ضابط الايقاع تقريبا في فريق سامبدوريا. ايتو يحاول رغم انه مهاجم لكن يعود كثيرا في وسط الملعب. كوره هدف اول على صامويل ايتو، تمريره ضربت المدافعين. سوريانو يضرب ميلان وسامبدوريا يصل للهدف الاول اللي كنا ننتظره في اي لحظه بصراحه في ظل هذا العقم الهجومي لميلان. ايضا دفاع متواضع وسامبدوريا يسجل هدف اول ويضرب ميلان في هذا التوقيت وفرحة المجنون.